الخير، منرحب فيكن على مدرج مهرجان أميون التراثي 2017. هالمهرجان يلي صار محطة سنوية بكل صيف، صرنا ننطر تنشوف مين الضيف ونلاقيه ونعيش معه جو الفرح يلي بيميز هالبلد الاستثنائية. أميون عاصمة الكورة يلي كانت ورح تضل منارة مضوية. وقبل ما نقدم ضيوفنا لليوم، منحب نوجه تحية للجيش اللبناني يلي كان عيده من 3 أيام. جيشنا حامي حدود البلد، من معركة لمعركة عم يوقف بوجه الحقد والتطرف والإرهاب. جيشنا هو ضمانة وجودنا، ومنقول له جيشنا أنت الحامي، واقف بوجه الأعادي. دمك عكفك كل يوم تحمي حدود لبلادي. لو موجودك ما في وجود، شمالي وشرقي غربي جنوب، مثل النسر العالي الضل ما تخلي غاصب يطل. سيفك قاطع بالميدان يا أوفى وأشرف إنسان، لكنيالو فيك لبنان، عينك علينا سهرانة. تحية من قلبنا لقلب الوطن، لجيش بلادي حامل علم. وهلأ رح منكون مع فنانة مميزة بصوتة ورقصة وحضورة. فنانة أثبتت نفسها بوقت قصير، كاريزما، طلة، جمال وحضور. بيسعدنا نستقبل على مسرحنا الليلة فنانة الاستعراضية نور الحج، يلي حتقدم لوحات من غنى ورقص بأسلوب جديد نوع شبابي برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة سامي بيطار. أهلا وسهلا بنور الحج، نورت مسرحنا. I'm a chick, and two of the best from the West, baby. You better believe it. Yeah. Me and my boy, we met this girl. She go by the name Christina. Moved like a belly dancer. I like to call her my Alabina. You should have seen her. Must have been a crime like a misdemeanor. And I wanna spoil you, introduce you to Jack, my car dealer. Yeah.